البلدية، وكما يقول نشطاء عراقيون البلدية هناك تحارب الفقراء بقوت يومهم. هذا كلام مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت البلدية بتهديم بسطيات وأكشاك يسترزق منها عدد من المواطنين الذين يعولون عوائل فقيرة في المحافظة. انتهت السالفة، اجونا مباشرة العقوفة اللي جوا بساطيكم، عم لا رواتب، صاحبين عوائل، وين طجونا؟ وين نروح الخاطر الله؟ وين نولي؟ نروح نبوق، نروح نسلم، احجوا احجوا يا أمة الإسلام، وين الدين؟ وين المراجع؟ عاجونا عم يسوونا باب رجحان، نريد نعيش نريد نعيش، ما نريد شي من عندكم، بوقوا سلموا نفوا، بس نريد نعيش، سايبين الله ومحمد وعلى عليكم، يا سيد علي السيستاني نريد مناشدة منك، من الله ومنكم سوونا جارة، صاحبين إسلام، صاحبين عوائل، صاحبين الغرباء، ناسوا عوقاء باعوا حجية رجل نايلون مقطوعة، عراقية رجلها مقطوعة وعشر نفرات برقبتها وبسطية باوعوا تشينكو تشينكو تشينكوات ولاحقينهم بالصحراء بالصحراء باوعوا بصحراء بصحراء مبسطين بصحراء المولدات عايشين قاعدين بعدين نعيش على الله عشرة عندي عشرة لا واحد باب والله العظيم سبع بنات الحجية سبع بنات عشرة سبع بنات وتتولد وهي معيشتهم هاي الحجية ورجلها مقطوعة رجلها مقطوعة باعولها يا عراقيين يا شرع يا دين وين تروح العوائل الايتام وين تروح لا وظيفة بالدولة لا راتب كل شيء والله العظيم صاحب العائلة وعلى موالي بسيطية عاش أيوة. والله العظيم ليش يعني احنا عندنا مريض عندنا صرع لا راتب لا شيء بالمناسبة ترى ابنها هسه طاح بصرع ودونا المستشفى هاي هاي ام البسطية باعوا خلنا اوريك بسطياتهم باعوا باعوا هاي هي حتى شهداء وهذا من المستشفى مصوب هذا شهداء تفجر بالتفجير اي والله عندي ايتام بالقران ذول اخواني ايتام وهذول ايتام هاي ايتام وهاي شهداء وهاي رجلها مقطوعه وعندها عشره